بالمناسبة نظافة المحيط، يعني كنت تشوف كاين حملات كبيرة، يعني يا ريت نشوف يعني البرلمان يكون مجموعات من النواب والنائبات، ويعني يقوموا بحملة يعني على المستوى الوطني. يعني كنت تشوف يعني ولاية الجزائر بدأت تسترجع نوعا من البريق، خاصة الولايات. نعم حضر بالك. مرحبا. ان شاء الله ان شاء الله ماشي غير هذيك النظافه. اولا هي مواطنه، هي ثقافه، وهي طبعا احترام عامل النظافه. وسوف ان شاء الله نقترح على السيد رئيس الجمهوريه ان يكون هناك يوما وطنيا لعمال النظافه.